إخوتي وأخواتي الأحباء، سلام سيدنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. اشتياقي لرؤيتكم من جديد كبير، والآن اليوم ما أسعدني أن أكون معكم وأتواجد في وسطكم من جديد، وأنتم كمان معي في مكان ديرنا في إيطاليا. كم من أيام مباركة وسعيدة عشتها معكم، كم من مرة كنت معكم في كنيسة مدينة الصغيرة واحتفلنا بأخذ الشانين وأخذ عيد الفسك المبارك وقيامة سيدنا يسوع المسيح من بين الأموات. أذكركم دائما في كل صلواتي صباحا وليلا، أفكر فيكم كثيرا خصوصا في هذه الأيام الصعبة. أطلب من الرب أن يحفظكم ويحفظ بيوتكم وعائلاتكم من كل شر، وأطلب أن يثبت الرب إيماننا ويفتح أبواب قلوبنا لروحه القدوس لنثابر أيها الإخوة في هذه الأيام على قراءة الإنجيل والصلاة من خلال سفر المزامير. أود أن أقرأ معكم آية من المزمور: ذابت نفسي شوقا إلى كلاسك فرجعت كلماتك. اقرأوا أنتم أيضا المزمور 119 في هذه الأيام، وإنجيل القديس يوحنا من الفصل 12 إلى الفصل 21. اليوم بيتكم تحول إلى كنيسة صغيرة، وأطلب من الرب أن يحل في يوم عيد الفسك القريب نعمة جديدة عليكم وعلى بيوتكم وعلى كل الشعب الأردني. كلماتي لكم اليوم كلمات بسيطة، أما محبتي لكم كبيرة. أشكركم كثيرا على محبتكم لي، والآن أطلب من الرب بركته. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدوس، وإلى اللقاء. آمين.